النهارده ذكرى وفاه الفنان القدير حسن عابدين ابن محافظه بني سويف، واللي جمع اداؤه بين الكوميديا والتراجيدي، وده كان يمكن اهم ما يميزه هو التنوع في ادواره. شخصيه بارزه جدا وليه كده اسلوب فريد في التمثيل سواء التراجيدي او الكوميدي. حسن عابدين علامه من علامات الفن المصري، طبعا قدم لنا الكثير من الافلام السينمائيه والاعمال المسرحيه اللي لسه عايشه في وجدان كل المصريين وكل محبي حسن عابدين. كلنا نفتكر طبعا اهلا بالسكان، المسلسل الشهير انا وبابا وانت في المشمش، واسامي كتيره جدا لاعمال مسرحيه على الرصيف وغيرها من الاعمال المميزه. نشوف مع حضراتكم تقرير واهم محطات الفنان الراحل حسن عابدين. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير حسن عابدين، أحد أبرز الممثلين الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري والعربي. تميز حسن عابدين بتنوع أدواره ما بين الأب الحنون والموظف الصارم والضابط الحكيم، وولد في محافظة بني سويف في أكتوبر عام 1931. جمع أداؤه ما بين الكوميديا والتراجيديا، مما جعله قريباً من قلوب المشاهدين ومحط إعجابهم. كنت فين يا قاسم؟ خضتني عليه. هكون فين يعني؟ بتلاقي في الشغل. طيب وانا بتتخلق عليا كده ليه؟ مالك يا اخويا؟ مفيش. المدير بتاعك برضو؟ بدأ مشواره الفني على خشبة المسرح العسكري أثناء خدمته في القوات المسلحة، وسرعان ما برزت موهبته عندما شارك في مسرحية نرجس مع الفنانة سهير الببلي، حيث كان هذا الدور بوابته نحو الشهرة ليبدأ بعدها مسيرة فنية غنية بالأعمال الناجحة. قال لي يا صاحب من جنود البريطان في مدة الحرب، إنما ده كان ولد، كان اسمه سارجنت جون ووكر ووتشمان. قدم حسن عابدين عدداً كبيراً من الأفلام التي لاقت استحسان الجمهور وأثبتت قدرته على تنويع أدواره، ومن أشهر هذه الأفلام الأشقياء، سترك يا رب، ريا وسكينة، الشيطان امرأة، العذاب فوق شفاه تبتسم، الأنثى والذئب، وعنبر الموت. كما كان حسن عابدين قادراً على تجسيد الأدوار المركبة بعمق، مما جعل أعماله السينمائية راسخة في ذاكرة السينما المصرية. وفي مجال الدراما قدم حسن عابدين مسلسلات مميزة لاقت إعجاب الجمهور وحققت نجاحات كبيرة، أبرزها فرصة العمر، آخر شقاوة، أبناء الأعزاء شكراً، أهلاً أهلاً بالسكان، حكايات هي وهو، وأنا وإنت وبابا في المشمش. وتنوعت شخصياته ما بين الطيبة والحكمة والبساطة والعمق، مما أضاف للعمل الدرامي نكهة خاصة وعمقاً في الأداء. ولو إني مش مدرس والعلم مش اختصاصي، لكن راجل كويس والقدوة شيء أساسي، الصح شيء طبيعي له وحده أحني راسي. كان سهل تحط إمضة وتلين كل عاصي، ويقولوا عليك حبيبهم فاهم والظرف قاسي، والحجة تجر حجة ويا أهلا بالمقاسي. أهولا أكون رزيل أو دمي يكون تقيل، ولا سيب الحق يغرق في بحور ملهاش مراسي. وعلى خشبة المسرح كان حسن عابدين رمزاً من رموز المسرح الكوميدي والتراجيدي، حيث شارك في عدة مسرحيات ناجحة مثل بنسيون الأحلام، عش المجانين، افرض، عالرصيف، ونرجس. وكانت شخصياته المسرحية تمزج ما بين الكوميديا الراقية والتعبير الصادق عن الحياة، وهو ما أكسبه شعبية واسعة لدى جمهور المسرح. أنا عايز أقول يعني الملك للمالك ومحدش واخد منها حاجة. يعني قريت جرايد النهارده.